بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالشكر إلى الدكتور وائل متولي الذي استقبلنا بساعة رحب، وكان من الدكاترة الجيدين الذي يشرح للمريض عن حالته وطريقة العملية. بارك الله فيه. وبعد إجراء العملية يوم 9/2 لم يتركنا الدكتور وائل، وكان يتابعنا دائما عن طريق الواتساب بالاتصالات والتوجيه، وأعطى النصائح، والحمد لله نحن الآن في حالة جيدة وبارك الله فيه. ونشكر الدكتور وائل من الدكاترة الممتازين، بارك الله فيه ويرحم والديه.